الزمالك يمتلك لاعبين ولا يمتلك فريق يا كابتن تامر؟ صح المقولة دي؟ والله اه طبعا اتفق معاه. الزمالك يمتلك لاعبين ولكن لا يمتلك شخصية ولا يمتلك اسلوب ولا يمتلك طريقة ولا يمتلك منين تيجي الشخصية يا كابتن تامر؟ و18 يجوا و10 يمشوا و15 يجوا و13 يمشوا وهكذا، انت عايش في الموضوع ده ليك كام سنة دلوقتي؟ ما احنا ده اللي كنا بنتكلم فيه السنين اللي فاتت دي كلها، ان ما ينقص نادي الزمالك هو الاستقرار الفني. ايوه بالإضافة إلى العين الخبيرة والتي بتختار القائم. مش مهم ان انا اجيب لعيبة كويسة بقدر ما مهم جدا ان انا اكمل قائمتي بشكل كويس بالزبط. ان انا يبقى عندي صف اول وصف تاني، واختيارات الجهاز الفني هي ديت برضو اللي لازم تبقى محل اعتبار كبير قوي. يعني انت النهاردة لما تيجي تبص وتحط فرقة الاسماعيلي وفرقة نادي الزمالك في الميزان، هتلاقي ان المدير الفني بتاع الاسماعيلي قدر يوظف مجموعه فنيا مش زي لعيبه الزمالك بالظبط، مش كده ولا ايه؟ بالزبط. يعني لعيبه النادي الاسماعيلي النهارده لو حطيتهم في كفه الميزان كاسعار كمان يعني كاسعار وكاداء جوه الملعب مع لعيبه نادي الزمالك، لا الكفه تميل لصالح نادي الزمالك. انما الاسماعيلي يمتلك شخصيه، يمتلك رؤيه، يمتلك لعيبه ثابته المستوى، يمتلك مدير فني ملك قراره صح وصاحب قراره،